عليكم بنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكون احوالكم كامله بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله يوم العيد، عيد الاضحى. الله يدخلوا علينا بصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله يا ربي. وبغيت نقول لكم حسن نتوما عيدكم مبارك سعيد، باش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي الحبيب. دابا الساعه تقريبا شي 7:15 هكذا الصباح، لقيتوني غادي ندخل نوجد الفطور ان شاء الله، نوجد طبيله الفطور عاد ديك الساعه نبدلوا علينا ونفيقوا الوليدات. المهم نوريكم الجو، شفتوا عندي الحويجات تما منشورين. المهم لقيتوني كيف ما قلت لكم دابا غادي ندخل ان شاء الله للكوزينه نوجد الفطور. غندخلكم معايا، عندي الرغيفات عجنتهم البارح في الليل وخليتهم زعما معجونين، قلت الصباح ان شاء الله نوض نبدا بهم هما الاولين صافي. وغادي نوجد الطبيله هنايا على برا نفطروا هنايا، راجلي عاد خرج دابا باش يصلي صلاه العيد صافي. هادشي اللي كاين، مهم دايرين اجواء العيد رغم كل شيء، رغم كل شيء مهم اجواء العيد حاضره بمعنى الكلمه. مهم غادي ندخلكم دابا معايا الكوزينه نوجدوا الفطور مع بعض، وديك ساعتي نكملوا النهار انتم معايا. مهم البنات بالنسبه للرغيفات، انا البارح عجنتهم، العجينه اللي عجنتهم غير لويتهم، غير هكا جمعت العجينه صافي وخليتها. المهم دابا راه هي كتدلك راسها براسها، انا غادي نوريكم كيفاش كترجع. المهم ندير شويه زويته الزيتون في يدي باش نحاول نجمعها شويه. كيف ما شفتوا معايا راه هي كتولي دالك راسها راسها انتم البنات شفتوا صافي. المهم دابا انا غندير كويرات باش نصايب الرغيفات عاديين وصافي. المهم البنات ساليت الرغيفات بالزربه انتم شفتوا، ماشي شي حاجه كثيره، والرغيفات العاديين يعني اللي كنصايبو دائما. دابا لقيتوني غادي ننزل الحلوه، وبالنسبه للحلوه البنات راه ما صايبت انا لا حلوه لا والو، كيف ما كنت قلت للبنات اللي كانوا دخلوا عندي انستغرام بنات كيقولوا لي سلوى فين تحضيرات العيد، ما كاين لا تحضيرات العيد لا والو، ما وجدت حتى شي حاجه صراحه الله، لانني لقيت اللي عجزني طبعا لقيت يعني البديل، وفي نفس الوقت كنقولوا حنا فاكاسيونيس صافي ماشي مشكل يعني. لا لقيتي منين علاش لا الواحد هي نيت، راه جيتي تشوف راه هي نيت، اللهم الواحد يريح راسو شويه صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للحلوى البنات، انا راني دومونديتها من عند حلويات ام ادم اللي عندها حتى هي قناه في اليوتيوب، وكتصاوب لي كوموند هكذا الناس وكتشارك معكم كلشي الاسرار الحلويات بكلشي ديالهم، كيفاش تبدا المشروع ديالك اول مره، كيفاش تبدا تصايب الحلوى. مهم كلشي عندها في القناه ان شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف. انا دابا غادي نوريكم شكيلات اللي كومونديت من عندي، صراحه كتصايب شكيلات بزاف. المهم انا خديت من عندها غير شكيلات، دومونديت عندها غير شكيلات هكذا قلالين وصافي للعيد وصافي، حليوه مزيونه للعيد وصافي. المهم هي راه كتصايب حليوات بريستيج وحليوات هكا بلديين اللي كيبغي الحلوى البلديه
التقليديه واللي كيبغي حلوه بريستيج حتى هي راه عندها. المهم انا غنوريكم الحليوات باش نمشي دغيا نوجد الطبيله هاد الفطور نفيق الوليدات باش نوض نفطروا. بالنسبه للحلوه البنات ديال اللي فيها الشوكولاط وهذا انا درتها في الثلاجه البارح في الليل بخلطه تسيلي كيف هي جابتها لي صافي درتها في الثلاجه باش ما تسيليش. وبالنسبه لهاد الحلوه هذه المهم اللي كتبقى مزيانه على برا ها هي هنايا هانتوما كتب الاسم ديالي شي في البيبيدو. بالنسبه للحلوه اول حلوه البنات هي هاد المعلكه ديال الكركاع غنوريها لكم اللي كتجي على هاد الشكل هذا هانتوما صراحه واحد الريحه طالعه منها كتحمق وشكل اخر اللي هو هذا كيعجبني هاد الشكل هذا واحد النسيمه طالعه من الحليوه هانتوما شوفوا البنات كلشي متقون مقاد تبارك الله ما شاء الله عليها. المهم هادو جوج تشكيلات اللي ما كيدخلوش للثلاجه خليتهم هنا. المهم البنات بالنسبه لهادو اللي نزلت هنايا قلت نوريهم لكم. بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش خديتهم هكا واجدين كيتباعوا في ميركادونا وماشي غير في ميركادونا في كارفور كنظن حتى فديه كيعجبوني كيجيو مزيونين بحال فقاص وفيهم هكا اللويزات عرفتوا فنين يا البنات. هادو بالنسبه للناس اللي ما عارفينهمش قلت نوريهم لكم حتى هما زدتهم في الطبيله هاد الفطور وصافي نكمل التوجيه. صافي البنات انا لبست القنيطره ديالي دابا لويت عليا الشال حتى نهضر معاكم وعملت هذا. المهم حيت هي جات غير هكذا نصكم هانتوما صافي ودابا كنتسنى البريد بدا حتى يطيب باش نمشيو ان شاء الله نفطروا ونصور لكم الطبيله مازال ما صورتها لكمش. يلا حولي جات تذبح الحمد لله الراس جا مشوط بعدا مشوط والكرعين الله يلا هناني وهذه كبيده وهذا عاد غادي تا هما نغسلو
شحيمه ديال البلفاف، وهنا الكريشه صافي. هذه الجمعة هذه حتى هي عاد نغسلها حتى هي خاصها تحل صافي. دابا غادي يبدا المهام الصعبه صافي دابا غنبداو ان شاء الله. هنايا درنا الكبيده، درنا القلب هكذا اشرمل انشرملوه، درنا معاه بصيله. دابا غنزيد له العطريه ان شاء الله، وغادي نخليوه كيطيب على خاطرو. وهنا الله، وهنا الكبيده اللي بقات لنا، الكبيده وهذا الطيحان والريه والكلوات ديال الحولي، هادو غادي نشويهم دابا باش غنديروا بولفاف صافي. والشحيمه راني علقتها، هذا غادي نديرو دابا نغسلوه، نقدو في الماء باش نغسلو، نحكو هكذا ونقطعوه، لان عرفتو الحراره الا بقى الغدا غادي يمشي بحال صافي. هادشي اللي كاين، هادي غسلتها مزيان الكريشه هنايا غسلتها صافي. غادي نديرها دابا تسلق، ملي تسلق غادي نقطعها صافي، وديك الساعات باش نطيبوها، ولكن ما نطيبوهاش اليوم، دابا نكتفيو غير بهادشي. هادو هما الاخرين وغادي اكملنا صافي الماراطون، والله العظيم نهار العيد الحمد لله وصافي. المهم هادو هما الاخرين، شكون البنات اللي كيدير بولفاف، شكون اللي كيعجبو بولفاف. انا كيعجبني نقرمش له ديك هادي ديك الشحيمه اللي ملويه عليه، كيعجبني تكون مقرمشه. ايوا صحتكم وراحتكم حتى نتوما العيد. سلطه الوليدات كيعجبني سلطه الفلفله صافي. وهنايا البيضه طابت عاود، اللي عملنا طابت في هذه، شحرناها مع بصيله واخرين شوينا. ما صورتوش لكم فاش كان معلق. المهم دابا عاد غادي نقطعوه، المهم داك الكتف في سبيل الله. وهو هذا الحولي ديالنا، ها انتم ايوا تبارك الله مزيون، ها انتم ضروري مشويه الشحيمه، ولكن مزيان الحيمه ديالو مزيونه صافي. دابا لقيتونا غادي نقطعو منه، وخا نديرو غير في الثلاجه وصافي، لانني غنمشي معروضه، غنجمعو ان شاء الله اليوم العائله مع بعضيتنا. ايوا مهم ما نخليوش هنا، نتوما كتعرفوا الحراره باش ما يديرهاش فينا. ايوا صافي. المهم دابا قلت لكم لقيتونا غادي نقطعوه، ماشي كامل المهم، واخا غير على ربعه ولا هذا، ونعملوه في الثلاجه صافي. المهم البنات لقيتوني صافي خرجت دابا من بعد ما وريتكم كنا كنقطعوا الحولي. المهم قطعنا، ما قطعناش كلشي، غير هكا غير قطعناه على اربعه هكا وصافي، ودرته في الثلاجه، غير الثلاجه يعني العاديه، في النيبيره زعما العاديه، ما درتوش في الكونجيلاتور حتى نقادو مزيان، ما بغيتش نخليه تما كاين. ايوا وقلت قبل ما يديرها بينا نديروها صافي. هادشي اللي كاين البنات، لقيتوني دابا ان شاء الله خارجه، لبست الوليدات ولبست خارجين، غادي نمشيو ان شاء الله عند
غادي نمشيو ان شاء الله لعند العائله دابا بعدا نتشوفوا مع العائله وغادي نتعشاو مع بعضيتنا ونقصروا مع بعضيتنا. صافي هادشي اللي كاين. مهم انا غادي مهم غادي نشوف الا قديت نصور لكم شي حاجه انا غنصورها لكم. انتم عارفين ملي كنتلاقاو كنبقاو غير الهضره والجموع انتم عارفين. بصراحه والله العظيم الا فرحنا بزاف 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 ملي كتب لينا هاد العيد هنا في اسبانيا. ما توقعناهاش وما كانتش لينا ما كانتش لينا على البال بصفه نهائيه ان عيد الاضحى هكا غادي نعيدوا في اسبانيا. عيطت لي يدي وبدلت البوزيسيون قلت لكم البنات ما كانتش علي هكا ما كانتش لينا في الحسبان اننا غادي نعيدوا هكذا في اسبانيا صراحه الله. ولكن كل شيء مع المكاتب الله سبحانه وتعالى. مهم قلت لكم البنات فرحنا وفرحوا الوليدات وديكشي اللي دوزناه في الحجر الصحي في العيد الصغير دابا فديناه صافي والله العظيم. مهم داز النهار مزيون داز العيد مزيون كل شيء داز هو هذاك. يعني حسيت بديك الاجواء زمان شحال هادي ملي كنت هنا في اسبانيا. يعني ديك الاجواء زمان كلها حسيت بها اليوم هما الحمد لله وشكر لله. المهم لقيتوني دابا غادي ندوز عند سعيده اللي هي حتى هي من العائله ديالنا. غادي ندوز عندها نهزها وغادي نمشيو باش للدار اللي غنجمعوا فيها. صافي هادشي اللي كاين البنات. مهم انا قلت لكم الا قديت نصور شي حاجه راه غادي نصورها لكم. يلا نتلاقى. مهم بنات بالنسبه للتصوير راني يعني ما صورتش كل شيء صورت غير الساعه فاش كنا وصلنا وكنا جالسين هكذا كنديروا مريندا مع بعضيتنا. نسيت ما صورت لكمش وكيف ما كتعرفوا كانت الدنيا عامره وكانت مهم العائله مع بعضيتها ما كنبغيش نحرجهم. مهم هادشي اللي كاين كان هذا هو النهار ديالنا هذا هو الفيديو ديال اليوم هكذا داز نهار العيد ديالنا. شاركته معكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استمتعتوا معنا. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله فيديو قادم. غنقول لكم السلام عليكم البنات تهلاو ليا فراسكم.